الصفحة 16 احصر مساحة السطح. هذا الطلب إضافي للمسألة 2. المسألة 2 مو للتمرين اللي كان على جنب. نجي على المسألة 3. تابع أس هام جدا جدا جدا. سؤال دورة كمان قديم، ممكن تشوفه بالشكل الامتحان. سؤال يحوي من المهارات والأسئلة الامتحانية الشيء الكثير. اليوم رح نتذكر مع بعض. يسعد لي الصباح الأستاذ ياسر، تفضل. صايمين؟ بشوفك إن شاء الله. أثبت أن التابع فردي. أول شيء التابع شو هو؟ f x يساوي a أس x زائد واحد ناقص واحد. كل معي. الطلب الأول أثبت أن التابع فردي واستنتج الصفة التناسبية. رح نعمل مخطط للفردي وللزوجي. هذا ندخل اليوم ما بقى ننسى أبدا أبدا أبدا. هاي فردي، هاي زوجي، هاي مرتي، عفوا فردي. يوجد شرطان. أول شرط الشرط الأول تكتبه هيك بالامتحان مثل ما أنا عم بكتبه الآن. أيا كانت إكس من مين؟ من مجموعات التعريف. أيا كانت إكس تنتمي لمجموعة التعريف. فإن ناقص X تنتمي لمجموعة التعريف. هذا الشرط بينكتب عند الزوجي وعند الفردي. وين في مشكلة عند الطلاب بالامتحان؟ بيقول لك أيا كانت X تنتمي لدي، فانا ناقص اكس تنتمي لدي، بدك تحدد الاداء. مين هي مجموعة التعريف بالسؤال؟ بدك تذكر. هلا الشرط الثاني. الشرط الثاني. هون مختلف عن هون. بالزوجي بيقولوا اف ناقص اكس يساوي اف اكس. بتروح شو بتعمل؟ بتحسب اف ناقص اكس. لما بتحسب اف ناقص اكس، إذا اختفت إشارة السالب ترجع fx، فهذا بيكون التابع شنو؟ زوجي. ما الغاية من كتابة الشرط الأول؟ أنت كل شيء بدك تصوره بالرياضيات، في كثير عالم بيكتبوه بس ما يعرفوا معناته. كل شيء بدك تصوره بالرياضيات لازم يكون بالتوابع، يعني لازم يكون بينتمي لمجموعة التعريف. فأنت قبل ما تكتب f ناقص x لازم أنت تحصل على أنه ناقص x هي موجودة وين؟ مجموعة التعريف. بعدين أنا بقدر بكتب صورته. بيجي على الشرط الفردي هون، انتبه. الأول نفسه. الأول نفسه، هذا ما عندنا مشكلة. مشكلة الشرط الثاني. F ناقص X يساوي ناقص FX. F ناقص X يساوي ناقص تطلع لبرا. التابع الفردي يرفض إشارة السالب. أما التابع الزوجي يمتص إشارة السالب، وليك تختفي الإشارة. أما إن شاء الله وين تطلع؟ لبرا. لذلك نحن بنقول إنه الكوساين هو تابع زوجي، لأنه وين ما شفت الكوساين ناقص تتا، والكوساين تتا بتختفي السالب. لذلك يسمى الكوساين تابع زوجي، أما الساين انتبه تابع فردي. ساين الناقص تتا الناقص تطلع لبرا، تصير ناقص ساين شو؟ تتا، لأن الساين تابع شنو؟ فردي، من خواص الكوساين والساين. يسألونك كذلك عن الصفة التناظرية. الصفة التناظرية. شو الصفة التناظرية؟ سي هون. بتقول له سي متناظر، شو سي؟ يعني الخط البياني للتابع الزوجي. متناظر بالنسبة لمحور التراتيب. إذا تتذكر لما صلحنا وظيفة مرة رسمناهم انه بالربع الاول والثاني او الثالث والرابع. هون بهاي سي متناظر، صفة تناظرية هون.
سي متناظر لمين؟ بالنسبة لمبدأ الأحداثيات. هذا كل ما يخص الزوجي وكل ما يخص التابع الفردي. بدي صور الله صور على السريع، واللي عم يكتب يكتب. نكمل تمريننا الآن. f x يساوي e اس ناقص e اس x ناقص 1 على e اس x زائد. أثبت أن التابع فردي واستنتج الصفة التناظرية. نجي هلا بدنا نأكد أن التابع فردي. بنقول أول شرط أيا كانت X تنتمي. تعال نشوف مجموعة التعريف بالسؤال. اقرأ لي وينه؟ ليكن التابع المعرف له كلمة R. معرف على شو قالوا؟ R. إذا مجموعة التعريف هي الـ R. فإن ناقص X تنتمي لمين؟ لـ R. بتقول له محقق وضوحا، على أساس أنت بتعرف ليش يعني، تكتب له جنبه دائما محقق وضوحا. طبعا لما بيقول لك برهن تابع زوجي أو فردي، إجمال الشرط الأول شو؟ محقق. فأنت بتشر أنها محقق وضوحا، هي عليها خمس علامات. طبعا في كثيرين ما بيفهموا معنى هالجملة، بس رح أقول لك إياها. أيا كانت إكس من آر، أعطيني عدد حقيقي 10، فإن ناقص إكس يعني معكوسه ناقص 10، ما أنا حقيقي كمان؟ شوف العشرة حقيقي ومعكوسه حقيقي، أكيد هذا مقدار واضح جدا جدا جدا. الله معك مروة. الشرط الثاني شو لازم نحسب؟ F ناقص X. في واحد البارحة عم يقول لي بالتسجيل قبل التعليقات، أستاذ شيل المايك الله يخليك. اسمع صوتي إذا شلت المايك. انت عم تسمعي اللي قاعد هنيك شو؟ ابو علي هلا اكيد اذا بشيل المايك اريح لي، لانه هذه ايدي اعتقد بعد الدوره بدي اروح عند طبيب لبلش الاعصاب كلها من هون تهتري. اخر شيء بدي اعلقولي اياهم، فعم حس بشويه الم او كثير من الالم، بس مضطرين للمايك مشان الصوت اولا يساعدنا 8 ساعات 9 ساعات ورا بعض، ثانية مشان اللي قاعدين بالمريخ وما عم يشوف شكل القاعة من ورا، أنا ما بدي فرجي مشان ما يفهم. مشان اللي قاعد بالمريخ يحس حاله بيناتها. F ناقص X وين بنعوض؟ يلا مروا على التابع. ما بعرف المايك مش عم يزعج يعني، بتحط بدل كل X ناقص X. يلا بدل كل X ناقص X A أس ناقص X ناقص واحد على اي اس ناقص اكس زائد. اذا كيف نحسب اف ناقص اكس؟ بنحط بدل كل اكس ناقص اكس. بنشوف هلا شو بده يطلع الجواب لنحدد هل هو زوجي ام هل هو فردي. ما نستطيع فعله الان. اي اس ناقص اكس نقلبها واحد على اي اس اكس ناقص واحد على واحد على اي اس اكس زائد واحد. ما نستطيع فعله الآن توحيد المقامات بالبسط وتوحيد المقامات بالمقام. كيف نوحد المقامات؟ تعال نشوف. هذا مقامه واحد بضربه بإي أس إكس، وهذا بضربه واحد، هذا نفس الشيء. هذا مقامه شو؟ واحد بضربه بإي أس إكس وهذا بضربه بواحد. بيطلع المقام المشترك بالبسط إي أس إكس وبالمقام إي أس إكس. هل واحد بواحد واحد ناقص اي اس اكس بواحد اي اس اكس، هي بالبسط. نجي على هدول، واحد بواحد واحد زائد اي اس اكس بالبسط اي اس اكس، بتروح هاي مع هاي، اول مقلوب الثاني، بتروح اي اس اكس مع اي اس اكس. شو عم يضل؟ الجواب اللي ضل هو واحد ناقص اي اس اكس على واحد زائد اي اس اكس. ما هذا اللي ضل؟ طلع الناقص من البسط عامل مشترك.
ناقص واحد على ناقص ناقص واحد ناقص اي اس اكس على ناقص اي اس اكس على واحد زائد اي اس اكس. هذول مع بعض، لاحظ هذا مع بعض هو نفس اف اكس. ليش؟ لانه الوسط هو اي اس اكس ناقص واحد، الجمع عمليه تبديليه، اي اس اكس ناقص واحد، عين على الوسط اي اس اكس ناقص واحد، والمقام واحد زائد اي اس اكس، ليك واحد زائد اي اس اكس. إذا هذا اي اس اكس، هذا اف اكس، بس شو قبله؟ ناقص. لاحظ احنا من وين انطلقنا؟ انطلقنا من اف الناقص اكس حتى وصلنا لعند الناقص اف اكس. قدر شنو؟ فردي، مثل ما مكتوب عندكم. وما هي الصفة التناظرية؟ بطول متناظر بالنسبة لمبدأ الأحداث، يعني لو كلمة فردي ولو كلمة مبدأ الأحداث، لا تنساهم لهذا. بدفينك بعد قليل بالرسم هذه الجملة. مين عنده سؤال؟ نعيد على السريع. حطينا اف ناقص اكس بدل اكس ناقص اكس، قلبناها، وحدنا المقامات، روحنا الاي اس اكس مع الاي اس اكس، وطلعنا الناقص من الوسط، عامل مشترك ام رجع التابع مثل ما كان. الطلب الثاني، مين عنده سؤال؟ عنده سؤال يرفع ايده مباشرة ويوقفني. ادرس اوجب معادلة المقاربات وعين الوضع النسبي، ركزوا هاي، وعين وضع الخط س بالنسبة لكل مقارب وجدته. يقصد بالنسبة للمقاربات الأفقية. هلا لما بيجيك هذا الطلب مو يعني طلع لي المقاربات المائلة، تبدو هذا الطلب بغشه الطالب. برجع بقول لك اياه، اوجب معادلة كل مقارب. لما بقول لك هيك محددين يوازي شو؟ اها يوازي الاكسات. يعني مقارب شنو؟ افقي. شو يعني يوازي الاكسات؟ يعني مقارب افقي. ما له علاقه هون ابدا. نجي هلا ونطلع المقاربات. نطلع النهايات، بيطلع عندنا مين؟ المقاربات. نطلع النهايات، عند الناقص لا نهايه، وعند شو كمان؟ عند الزائد لا نهايه. من شو؟ ليميت اف اكس لما الاكس يسعى لشو اول شيء؟ ناقص لا نهايه. عوض معي، كل معي، اي اس ناقص لا نهايه، مثل ما كتبناه هون باللوغاريتمي، هاي قلب مطعوش مثل قلبك، منفوخ من البكالوريا، فصلي هدول، اي اس اكس ناقص، اي اس ناقص لا نهايه، جواب صفر، اي اس زائد لا نهايه، جواب زائد لا نهايه، هدول اي اس صفر مبين شو هو؟ هلا شو بيطلع معنا اثنين؟ اي اس ناقص لا نهايه، هذا شو هذا؟ صفر. عم يطلع صفر ناقص واحد على صفر زائد واحد. ناقص واحد على زائد واحد ناقص واحد. ركز معي بيبي، هون لا نهايه هون عدد. هون لا نهايه هون عدد. هذا مقارب، هذا العدد شو بيكون؟ مقارب افقي، بنقول له واي بيساوي ناقص واحد مقارب افقي. جوار ناقص لا نهاية، مكتوب عندكم هيك شيء؟ طيب عند الزائد لا نهاية تعالوا نشوف، لازم ندرس الوضع النسبي طبعا، لازم ندرس الوضع النسبي. كل مقارب افقي بيطلع ندرس له الوضع النسبي، انطلب ذلك، وعلى الاغلب يطلب ذلك. ندرس الوضع النسبي، احنا اخذناها سابقا. احنا لما ندرس الوضع النسبي للمقاربين الافقي والمائل، اثنيناتهم نفس الطريقة، الافقي والمائل كلاهما شو بنعمل يا غزال؟ نطرح برافو، ندرس اشارة الفرق. كل ما يقول الوضع النسبي للمقارب الافقي والمائل، نطرح وندرس اشارة الطرح او الفرق. تعالوا نطرحهم يلا. اذا بنقول ندرس إشارة الفرق. شو هذا الفرق؟ fx ناقص yz. fx هو نفسه التابع، ausx ناقص واحد على ausx زائد ناقص yz ناقص واحد. ناقص بناقص زائد، عم تصير ausx ناقص واحد على ausx زائد واحد زائد واحد.
هذا المقدار اللي انا بدي ادرس اشارته. بنعين هيك بيخطر على بالنا نوحد المقامات بدل ما ننقل نقعد ونتعذب ساعه بتطلعش معادله مستحيله الحل. رح نكتشف ان لها اشاره واحده بالتجريب. وحد المقامات يبين معك مباشره اللي انا عم بحكيه. طال وحد المقامات كيف واحد المقامات تحت الواحد بشو نضربها؟ هاي مقامة واحد نضربها في او سي بالها. في عالم ما يكتبوا لها يعملوا مطلوب بيروح على البيت ماما من وين اجت هي؟ طب ايش هالتعب من اجت هي؟ يا اي او 6 ناقص 1 زائد اي او 6 ضرب 1 اي او 6 1 و 1 و 1 على اي او 6 زائد باي باي 1 و 1 شو عم يضل؟ انتبه اي او 6 زائد اي او 6 حمار زائد حمار اعزكم الله اثنين حمار فاموره زائد اموره اثنين اموره اي او 6 زائد اي او 6 اثنين اي او 6 على ما بيعرف يجمعوا هذول يا ايش على اي اس اكس زائد 1 اها شو بيبي اي اس شو ما كان موجب بقاعده هذا اساس موجب اي اس شو ما كان موجب فهذا موجب وهذا موجب وهذا موجب وهذا موجب كلهم يا زينب طلعوا موجب وبطي هون بدون السين فوق المقام شو بسمي لنا المقام عند دلتا بدون سين فوق دلتا مو الصفحة مكتوبة ورا مش متابعين والخط سيقع فوق المقارب لأن لو قلنا كلمة فوق المقارب كان عارف ليش؟ لأن الفرق شو طلع؟ الفرق طلع موجب الفرق طلع موجب هذا لما ليس يسعى على شو؟ للناقص الثاني هاي تعال نشوف المقارب اللي بده يطلع عند الزائد الثاني، شو يلي بقى؟ لنشوف إذا في مقارب عند الزائد الثاني هاي. بنفس الطريقة مطلع النهاية وين؟ عند الزائد اللانهاية. ليميت اف اكس لما يسعى لزائد، عوض معي. عوض بالي. اي اس لانهاية لا نهاية على إيوس لا نهاية لا نهاية تمام كل ما يطلع عندنا لا نهاية على نهاية نخرج عامل مشترك وملاحظة أجمل من ذلك اللي حضر معي أيام السنة بيعرف ما حضر يكتب معنا أو الكل يكتب بس يكون بالتمرين تبي يا ملاح المراحات ما بعرف يكتب إلا بالرأس هلا كل شيء اسمه ما راح على اليوتيوب يعلق قول انا ما راح نشوف كم ما راح انا يطلع كلهم ما راح انا ما راح الملاحظه تقول بس يكون بالتمرين تابع اسي بس يكون بالتمرين تابع اسي يعني اي اس اكس وعندنا مشكله وعندنا مشكله يعني شو يعني مشكله؟ ما عم بعرف اشتقها ما عم بعرف حل المعادله ما عم بعرف طلع نهايه اخرج اي اس اكس عامل مشترك اخرج اي اس اكس عامل مشترك تعال طلع اي اس اكس مشترك يلا اي اس اكس من البسط من المقام طبعا ما شو يطلع معنا اي اس اكس على اي اس اكس واحد ناقص واحد على اي او 6 مجرى على المقام واحد زائد واحد على اي او 6 بتروح هاي مع هاي اي او 6 مع اي او 6 وهذه الكتابه على ما بيطلع لي اعلام الشباب انك كيف زدت العامل المشترك بصير معنا واحد ناقص ركز معي اي او 6 لا نهايه لا نهايه عدى لا نهايه صفر بيطلع معنا واحد ناقص صفر على واحد زائد عد على نهاية برضه صفر واحد على واحد الجواب واحد معناه هون في مقارب افقي مثل هذا اللي هو واي بيساوي الواحد مقاربا
افقي. هالمره في جوار الثاني واللي هو شو؟ زاد. بنفس الطريقه سندرس الوضع النسبي، يعني شو بنعمل؟ ندرس اشاره الفرق. نجي لهون بنقول لها اف اكس ناقص واي دلتا بيساوي، بنكتب اف اكس ناقص بدل ناقص 10 بنكتب هون زائد 1، هون بدل زائد 10 بيصير ناقص 1، ناقص بزائد ناقص. رح نوحد المقامات لنشوف شو بيطلع الجواب بعد توحيد المقامات. ركز معي كثير منيح، انت الان مخك عم يصير محترف شوي شوي. إذا أنا مركز، أما إذا ما مركز مخك عم يصير منحرف شوي شوي. شي حدا نايم بالقاعة لنفيقه؟ فيقه مباشرة على اليوتيوب، وضحوا يعني على اليوتيوب. قول اسمه كنيتو فيبيا شطوب. وحل المقامات. A و 6 ناقص 1. ناقص A بس X ناقص 1، لاحظ هاي بهي بتنضرب وبهي، فالناقص بتنضرب باثنيناتهم كلاهما سالب، المقام المشترك A بس X زائد 1، هاي مع هاي باي باي، ناقص 2 على A بس X زائد، أوه ماي جاد سالب على موجب سالب C تحت المقارب. اقولها من حل عندكم. الصفحة 17 صرنا، لو قلنا كلمة تحت كاتبين لأن ممتاز موحدين المقامات وطالع ناقص 2 على اي اس اكس زائد 1. اسال كاندي تقول عفوا ساندي الاستاذ مسيطر على المسيطر واحد على شهر عذاب كله. المسيطر هون خطا. تمام؟ مسيطر اللي بيقول تابع صحيح درجة أولى ثانية ثالثة. الجواب بيطلع نفسه بس بتروح علامة زاد عدم التعيين، يعني بيروحوا لك إخراج الـ U6 عامل مشترك هي بتروح على الطلب اللي بعده. حنين نحن هون الطلب اللي بعده. حصلت إن شاء الله؟ إن شاء الله. ادرس تغيرات التابع ونظم جدولا بها. هلا التغيرات مش بتبلش بالنهايات صح؟ طبعا النهايات مطلعهم من قبل، برجع بطلعهم اكيد في واحد ان شاء الله اطلع العلامه طلعنا اول مره، برجع بطلعها مره ثانيه، هسا بركع لي العلامه مره ثانيه. شو بعطيك على الشغل العلامه مرتين مثلا؟ ما تواخذنا معنا انت شو اسمه مرتين؟ معناها النهايات خالصين، وين وصلنا يا رونا؟ على اشتقاق احسنت تفيقي. فتحة اكس. يلا بيبي. مشتق الوسط بالمقام. مشتق اي اس اكس نفسه. اللي ما عم يتذكر مشتق التابع لسه نذكر به للمرة الأخيرة. اي اس نجمة فتحة. قلت لي أنا أستاذ ما بفهم قصي. عرف مشتق؟ احفظ لي قواعد النهايات. هذا هو لسه كله. أنا عندي درس التابع لسي. لا ولا ما عم تنزع؟ كيف أنا عندي درس التابع لسي؟ شو أكد يعني لك؟ بدي لك كيف بيشتقوا؟ وقواعد التابع لسي. هاي عم نعيد رشاد نحن شو عم نعمل؟ عم نعيد التابع لسي؟ ولا بتفوت وحدة؟ بالمكثفة ما في لوغاريتمي بسي، المكثفة أكثر شيء فيها لوغاريتمي بسي. بس هي شو مفكر مثل الكتاب؟ نهايات، نهاية اشتقاق، شو في بعدين؟ نهاية متتالية، درس التابع لسي، درس التابع ما إلها خبر انه بيجي درس التابع الاسي مع درس الاشتقاق مع بعض. يعني بيجي مثلا ضمن فقر قابلية الاشتقاق بيجي التابع الاسي بيجي التابع اللوغاريتمي. يا كم اشتق لها هذا؟ نجمة فتحة اي اس نجمة. مشتق الاس ضرب التابع نفسه. فمشتق اي اس اكس يا حبيب هو نفسه. هو الوحيد اللي رافع راسنا اصلا اللي عم تعرف تشتق. مشتق الاس واحد ضرب اي اس اكس. مشتق اي اس ناقص اكس. مشتق الاس ناقص ضرب التابع نفسه. هذول سهلين. نيجي هلا. مشتق الاي اس اكس اي اس اكس. مشتق الواحد صفر، هذا مشتق البسط. بنين؟ بالمقام. هاي بالمقام. ناقص. مشتق المقام كمان اي اس اكس. بمين؟ هالمرة بالبسط.
مشتق البسط للمقام ناقص مشتق المقام للبسط على مربع المقام. تكمل لا تمل الملل شو؟ ما سمعت. عدو مين؟ عدو اسرائيل. ها ما يخرب بيت مشتق اسرائيل. الملل عدو مين ولا؟ نجاح وراحه. انا اللي ملل ما له حل يرفضها اصلا. واضح جدا ان الملل عدو النجاح. وعلى الصديق الكسلاني عاد اقعد عاد قبحكم الله في الصباح. طبعا عم يحضر يوتيوب نحن عم ناخذ الساعة كم؟ 9 ما؟ فالناس نايمة نحن بالقاعة. برافو عليكم شطورين. فكر قاصد زي هيك. AOS X ضرب AOS X. AOS 2 X زائد AOS X بواحد AOS X ناقص AOS X بAOS X AOS 2 X. طبعا لما بنضرب عددين لهما نفس الأساس بنجمع الأسس. احنا شو عم نعمل؟ عم نجمع الأسس يا دلع. ناقص بناقص زائد واحد المقام ناقص A أس X بناقص واحد زائد A أس X على A أس X زائد واحد للتربيع. لو يطلع معك هذا المنظر مرعب بالامتحان أعتقد أنك هونيك يا بدك تغمى يا بدك تشتغل. فطول بالك شوي خليك واثق من نفسك شوي. هاد مع هاد باي باي. تفضل AOS X زائد AOS X 2 AOS X على AOS X زائد 1 للتربيع. هذا أكبر من الصفر معناه تابع F متزايد تماما. واضح جدا أكبر من الصفر 2 موجبة AOS X موجبة والتربيع دائما موجب. طبعا لا يكفي أنك أنت الآن تفهم كل ما يدور حولك في اللوح أو على اللوح. مطلوب أنك ترجع على البيت تحل التمرين مرة يا بني. لازم ترجع تحل نفسه ترجع توصل المكان. نعمل جدول التغيرات. اخذونا من الاجوبه عندكم. فرجينا المنظر كيف صار المنظر عندك. وين المشتق؟ اكبر من الصفر التابع. وين جدول التغيرات؟ وين؟ الصفحه اللي قبل الزاويه الصفحه اللي قبل جدول التغيرات 16 من تحت حاطين لكم الجدول. نحن راح نحطه على اللوح. على اللوح يا لوح. شو كانت مجموعة التعريف؟ الله الثاني هاي مين عدم المشتق؟ ما حدا. يا احسن عند الناقص لا نهاية ناقص واحد عند الزائد لا نهاية. هذا هو منظر التمرين والجدول. شو بدنا هسه؟ الطلب الخامس لا الطلب الرابع. اجد معادلة المماس في النقطة. شو النقطة؟ صفر صفر. ركز معي عم يحكوا ورق. أوجد معادلة المماس في النقطة صفر صفر. شوف يا حبيبي هذا اسمه A هذا اسمه FA. على طول نقطة التماس هيدي اسمها A هيدي اسمها FA. الآن نكتب قانون معادلة المماس عليه علامة. ترك هذا القانون احفظه. واي ناقص اف ا بيساوي اف فتحة ا بيكس ناقص ا. اذا واي ناقص اف ا بيساوي اف فتحة ا في اكس ناقص ا. الا والاف ا ليك وينه؟ اول معي واي ناقص اف ال ا صفر صفر هون طويله الفتحة الـ A. اها من وين تجيب الـ A؟ هذا الفتحة لمين؟ للصفر في X ناقص صفر. لاحظ الـ A والـ A والـ A كلهم صاروا صفر صفر. هذا لازمني، هذا أنا ما معي إياه. الفتحة الصفر بعوض الصفر بالمشتق. عوض لنا الصفر بالمشتق. نحن كان معنا الفتحة X، احسبوا لنا الفتحة الصفر. وين المشتق؟ من A والصفر يعني 2 على إيه الصفر 1 زائد 1 للتربيع 4 2 على 4 نص. تمام
اذا الفتحه الصفر شو طلع هذا؟ طلع نص واي بيساوي نص اكس وهو معادله الموسعه عندكم. طبعا انتم كاتبينها مباشره بالامتحان، لا تكتب مباشره بالامتحان، الطريق عليه علامه، قانون عليه علامه، تعويض عليه علامه. نجي هلا خمسه ما شاء الله ال 100 بالاسمه جايبينهم يا هون. ارسم كل مقالب وجدته ثم ارسم سين. طبعا ما بيجي كل الطلبات بالامتحان، بيجي منهم اربعه او خمسه. شقت حالها سته. وانا حاط كل وحده بغشيش سبعه. ارسم كل مقالب وجدته. طبعا لكم شغله، لازم نرسم المماس كمان. ارسم كل مقالب وجدته ثم ارسم سين والمماس اللي يعجبكم. والمماس لازم نرسمه لان انا اعطيتكم خطوات الرسم، نرسم المماس والمقاربات اذا متذكرين بخطوات الرسم. اول شيء المقاربات. ركز معي على الرسم. صار لي عم برسم 1000 مره بالدوره الاولى. روان على اللوح. اعطينا المقاربات. واي بيساوي ناقص واحد والواي بيساوي زائد واحد. واحد صفر يا عيني ما حضرت ولا شيء بقى. ما انا بس طلع الاكثر من البطوله يعطيك العافيه. ضرب الاخبار. هات لنشوف. ما ضرب طبعا انا. هاي يمكن احضر النهايه. مماسات هاتي. واي بيساوي نص اكس. ركز بيبي. حمير واي بيساوي نص اكس. كيف بنرسم لها المستقيم؟ هذا مثل المقاربات. بنحطه في الطريق. يلا. اكس يساوي الصفر واي بيساوي الصفر اي نقطة. اكس يساوي 2 واي بيساوي 1 اي نقطة. شو عم يطلع النقاط المتساوية؟ ما النقاط المتساوية، النقاط المستقيمة طبعا 0 0 2 1. طبعا المستقيمات مو مثل النقاط المتساوية تبعون السابع، رح اقول لك تاخذ شو ما بدك. تاخذ نقطتين وتوصل بيناتها. يلا صفر صفر هون و 2 1 2 1 مصيرهما سيصل لدينا المستقيم المطلوب. هذا هو المماس. شو كان المعادلة؟ واي بيساوي نص. نجي هلا على التابع، التابع بده نقط مساعدة، ام اكس يساوي اي اس اكس شو؟ ناقص ولا زائد كام؟ شو النقاط المساعدة اللي بدنا ناخذها؟ اكس تساوي صفر. اي اس صفر واحد، واحد ناقص واحد، صفر، صفر على عدد، صفر. هي أول نقطة مساعدة. صفر صفر. وهي نفسها نقطة التماس، بالمناسبة نقطة التماس تعتبر نقطة مساعدة. أنا إيش بعد دماغنا؟ نقطة التماس، مو لحظة يا جماعة. نقطة التماس دائما تعتبر نقطة مساعدة. يعني أنا لازم أمرأ بنقطة التماس. طيب هالمرة بنحط واي بيساوي صفر. واي بيساوي صفر يعني نفسه مين؟ اف اكس. صفر بيساوي اي اس اكس ناقص واحد على اي اس اكس. الوسطين بالطرفين بينعدم الوسط. اي اس اكس ناقص واحد بيساوي صفر، اي اس اكس يساوي الواحد. كيف نحلل هاي؟ ناخذ لوغاريتم الطرفين بتصير
لوغاريتم لكم حل العين طبعا عين يوز اكس يساوي عدد تاخذ لوغاريتم لهي لوغاريتم لهي اكس ترجع لورا تصير اكس للوغاريتم اي بيساوي صفر لان لوغاريتم الواحد صفر لوغاريتم اي واحد ظلت اكس تساوي صفر طلعت النقطة الثانية صفر صفر مرة ثانية وهي نفسها اللي طالع معنا مرة أولى إذا ما اتخذنا إلا طلع معنا نقطة مساعدة واحدة وهي نفسها صفر نأتي الآن إلى الرسم وفق الجدول من اليسار إلى اليمين نروح على جدول التغيرات نرسم وفق الجدول من اليسار إلى اليمين نرى أحيانا بعض الطلبات ببيت الأسئلة تقول أو بالامتحان النهائي ادرس الوضع النسبي بين الخط والممات نفس طريقة المقارنة ما بيتغير شيء أبدا هو على جنب الوضع النسبي بين سي والمماس الوضع النسبي بين سي والمماس نفس طريقة الوضع النسبي بين سي والمقارن لا يتغير شيء ابدا لذلك الوضع النسبي بين اي شغلتين هي بتعامل لك اياها وريحك من كل الوضع الوضع النسبي بين اي شغلتين تطرح من شغل ونقارن الناتج دائما مع مين؟ مع الصفر الوضع النسبي بين اي خطين تطرح من اساسا هي جايه من وين؟ انا بدي لك بدي اسال مين اكبر العشره ولا الثمانيه؟ قالوا لك فحص 10 ناقص 8 شو عم يطلع الجواب؟ 2 اكبر من صفر لاصغر اكبر من صفر الاول هي لهون معناها 10 اكبر من 8 وهي هيك صايره هي عم يقول لك شوف لي مين فوق الثاني اف اكس ولا واي دلتا مثلا تطرحه مثلا طلع موجب بنقلها لهم تطلع اف اكس اكبر من واي دلتا اف اكس اكبر من واي دلتا يعني سي فوق المقارنه هي جايه من هون فلذلك بس تسمع كلمه الوضع النسبي اطرح دخل النهاية النهاية مش عبرها المقارنة أنا أقول على وضع النسبي يا تلعب الرسم ركز على الرسم يا حبيب الجدول كان هون شو ناقص لا هون زائد خط نازل هون شو كان زائد واحد وهون إكس ناقص لا نهاية تبدأ الرسمة من اليسار من وين؟ من اليسار وقريب من ناقص واحد هذا مقارب شو نقول؟ يسار وقريب من ناقص واحد فوقه أم تحته؟ شو السهم؟ فوق ناقص واحد وزور فوق ناقص واحد كم فكر فيها؟ يسار قريب من ناقص واحد، وين ناقص واحد هيك؟ هي يسار. يسار هيك وقريب منه، معناها انا هون. هي يسار وقريب منه، يا هون يا هون، يعني يا فوق يا تحته. انا اساسا درست الوضع النسبي عند الناقص لا نهاية. لو لك درست الوضع النسبي عند المقارن فقط يعني من جهة اليسار، صار معنا سي فوق المقارن، هي دلالة. دلالة ثانية يعني اذا درسوني من تحت واطلع لفوق قد يقطع ونصل القطعة. ودلالة ثالثة السهم فوق الناقص واحد معناها الخط يبدا من فوق الناقص واحد شوف كيف يمشي فوق منه شوي شوي اللي نايم كثير وانا طالع فوق بطلع 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 القطعة ناقص تمام لوين انا بالضبط رايح؟ زاد لا نهاية يمين وقريب من الواحد يمين وقريب من الواحد فوق ام تحته؟ تحت الواحد، هذا السهم تحت الواحد. إذا شو بنعمل؟ من هون انتبه عليه. انحناء أو رصيفة؟ تمام. نطلع الواحد هون، يقول لك هذا ممات. نعم هذا ممات. هو عم يبين عليه قاطع، لكن هذا يعتبر ممات. تعريف نقطة التماس هي النقطة المشتركة الوحيدة بين الممات و التابع. شو يعني ممات؟ ما
هو المستقيم الذي يشترك مع التابع بنقطة واحدة فقط، يعني ما بيقطع القطع إنما يمسه، وكأنه انتبه هون في نصف مماس من هالجهة، هون في نصف مماس من هالجهة، وكأنه تواصلوا مع بعض شو صاروا مماس. فهذا الشكل من أشكال المماسات نراه دائما في التابع الوس إجا الامتحانات هنا، لذلك كأنه قاطع، يعني الخط أي كيف عم يكون مماس من هالجهة، هون مستوى نصف العرض نايم كيف ما عم يطلع عليها، بعيني الله. هون مماس ومن هالجهة طبعاً هذول النايمين هذا بالقاعة هن نفسهم اللي فايقين بالقاعة الامتحان من اللبكة والخوف والتوتر. أما هلا اللي صحوا صحيين ومركزين معنا هن نفسهم اللي مخلصين الورقة من الوقت وحاطينها ونايمين بالقاعة. أعطينا الطلب الماضي. أشطر مساحة لاحقاً استنتج الرسم لاحقاً. هذا السباق هذا رح نرجع لهم بعد فترة قصيرة إن شاء الله.